السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على مقابله وديه التي خاضها المنتخب الوطني ضد نيجيريا، واللي فاز بها بهدف مقابل صفر. اول شيء، مقابله جرت في ملعب كارثي باتم معنى الكلمه، ارضيه ميدان سيئه 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 للغايه، اعاقت كلتا الفريقين، يعني ليس فقط المنتخب الوطني او حتى ايضا نيجيريا. ما شفناش لمسات الكرات الارضيه، اللعب الجماعي نوعا ما غايب بسبب ارضيه سيئه، لكن هذا لا يمنع ان المنتخب الوطني قدم مقابله مقبوله، خاصه في الشوط الاول وفي 20 دقيقه الاولى. المنتخب الوطني دخل ب 4-2-3-1 بتشكيله نوعا ما مغايره على المقابلات السابقه، او ما يسمى بتشكيله احتياطيه مع بعض الوجوه القديمه واللاعبين السابقين والاساسيين. حراس مرمى اوكيجا، ظهير ايمن حليميه، عصام ماندي كالعاده، مهدي طاهر، رامي بن سبعيني كالعاده، مهدي عبيد، هاريس بالقبله في الهجوم، بولايكا رقم 10 كلاسيكي ولا صانع العاب كلاسيكي، محرز على الجهه اليمنى، على الجهه اليسرى بالرحمه، اندي ديلور قلب الهجوم. طريقه كما قلت خطه 4-2-3-1. الشيء الاخر انه لاحظنا في تشكيلة المنتخب الوطني انه في الشوط الاول، اول شيء حليمية اول مرة يعني يدخل في قائمة المنتخب الوطني ويكون اساسي، يبدأ به المدرب المنتخب الوطني منذ البداية. ايضا بولايا، اندي ديلور لاول مرة اساسي منذ البداية، يعني ثلاث لاعبين هذوما اللي يبدأ بهم الناخب الوطني لأول مرة منذ البداية. الشيء الآخر أن المنتخب الوطني باللغة الدارجة تاعنا كلا وسط الميدان، أو سيطر على وسط الميدان بأتم معنى الكلمة، من خلال رجوع محرز لمساعدة وسط الميدان، وبالرحمة أصبح الرسم التكتيكي عبارة عن 4-4-2، وبولاية كتسعة ونص، يعني كمهاجم مساعد خلفي ولا مهاجم ثاني لأندي ديلور، أصبح الرسم التكتيكي عبارة عن 4-4-2، وهذا ما أقلق جدا وسط ميدان نيجيريا، لأن وسط ميدان نيجيريا معروف بامتلاك الوسط ميدان قوي جدا، وربما غياب نديدي قاطع الكرات أثر بشكل سلبي وشكل كبير جدا على وسط الميدان، خاصة أنه يقطع الكرات وإيطوبو أيضا أثر غيابه ليبنيوا عليهم في زوج، خاصة نديدي اللي يقطع الكرات ومن بعدها يعاودوا يبنيوا اللعب نتاعهم، وكانوا دائما يسيطروا نيجيريا على وسط الميدان في كل مقابلاتهم السابقة. غياب نديدي أثر بشكل كبير. مما قبل ما نتكلموا على هذا الشيء، أول شيء منتخب نيجيريا لعب بطريقة 4-4-2-3-1، لكن كالو عنده نزعة هجومية ودائما يصعد لفوق، تصبح الطريقة 4-1-4-1 4-1-4-1، يعني أونيكا هذا هو اللي يبقى كوسط ميدان دفاعي، كالو يصعد مع أليكس أيوبي دائما في ينشط الهجوم، كالو يصعد معه، تصبح 4-1-4-1، يعني وسط الميدان يبقى فارغ. والمنتخب الوطني لماذا فاز خاصة في الشوط الأول وسيطر على وسط الميدان بالطريقة والأداء خاصة في الشوط الأول؟ لأنه لعب بطريقة 4-4-2 4-4-2، خاصة وسط الميدان، أربع لاعبين مقابل لاعب واحد فقط هو أنيكا. إذن المنتخب الوطني بلغة الدرجة نقولها ونعودها، كلا وسط الميدان لوحده، لأن محرز يساعد غطى الجهة اليمنى وبالرحمة الجهة اليسرى، وعبيد وبالقبلة في وسط الميدان، يعني الوسط الميدان أصبح ممتلئ، يعني وسط الميدان نيجيريا بسبب الطريقة نتاعهم هذه وغياب نديدي أصبح وسط ميدان عبارة عن فاعل وسط ميدان فارغ فيه إلا أينيكا. إذن هذا خوتي فيما يخص الشوط الأول. الشوط الثاني مش هنتكلم عليه كثيرا. الشوط الثاني سجال أرضية ميدان عائقة جدا، كارثية بأتم معنى الكلمة،
نقدر نقول ممكن مستوى الشوط الثاني متوسط بسبب قلت نعاود ارضيه الميدان السيئه. هنيئا للمنتخب الوطني الفوز، مازال ان شاء الله مقابله المكسيك، وان شاء الله مقابله المكسيك ما تهمنيش انا النتيجه بقدر ما يهمني الاداء، واننا نقدروا نوقفوا مع منتخب اللي قوي مصنف الله اعلم 11 عالميا، منتخب لباس به قوي جدا، ان شاء الله نوقفوا معه لند لند، ما يهمش النتيجه حتى نخسروا مش مشكل، ان شاء الله نفوزوا، لكن يبقى مقابله واختبار ممتاز جدا. نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني، ملتقانا مع مجموعة الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.